نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعتذر إذا كررت شيء لأني أنا ما بعرف القبل يقول شو حكوا. مفهوم. لكن أنا رسالة من القلب إلى في شيء نفرح له لما يحصل. شوف، نحن لا نفرح أن مجرما قد هاجمنا، أما وأنه قد هاجمنا. أنا كيف أفهم قضاء الله وقدره فيما مين اللي وراك عم بيسلمها؟ هذا سليمان دخل علي الآن، جاب ما هو في عندنا حظر، فراح جاب لي أكل. السلام ما عليكم. شاء الله ما شاء الله، حياكم الله، اهلا وسهلا. حياكم الله اهلا اهلا، حياكم الله اخي الكريم، الله يجزيكم الخير اخ سليمان، اهلا يا اهلا أكمل وسهلا، سيدي، الله يبارك. الله يجزيك الخير. بقول ان كان من فائده نستفيدها يا احبه، اذا نظرنا الى الموضوع من زاويه اقدار الله، تحت مظله ويمكرون ويمكر الله، وتحت مظله وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، تحت هذه المظله نفهم. في عندي آية من أكثر الآيات التي أستمتع بتذكرها وتلاوتها والحديث عنها منذ بدأ ما يسمى بالربيع العربي، ألا وهي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه القاعدة، وإذا ربطتها بقاعدة الحديث الصحيح في البخاري الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ينقسم الناس في آخر الزمن إلى فسطاطين، والفسطاط الخيمة وهي كناية عن الجماعة أو المجموعة، فسطاط إيمان لا كفر ولا نفاق فيه، وفسطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه. تحت مظلة رحمة الله فينا بالتمايز، فلنعد وننظر إن نصرة النبي تكون بالدرجة الأولى بالوعي يا أحبة، منذ سقوط الخلافة العثمانية وطبعا قبلها، لكن بالوضوح والوقاحة وفي رواية بالبجاحة. لهم ما حوالي 80 عام يعملون على عقول أجيالنا تحت الإية بعثية اشتراكية قومية قطرية مش عارف مين، إية 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 ناشوناليزم مش عارف مين، إيثيزم وطنيزم إلى آخره. اشتغلوا وجعلوا صورة المستعمر الكيوت النايس الرائع، جعلوا صورة المتدين المجرم المتوحش اللي مش عارف إيش، جعلوا صورة لعب. هذا قبل الإعلام، عم بحكي أنا من 1917 وطالع، قبل الهجوم الإعلامي المنظم المحترم، وقبل النازية، وقبل الحرب العالمية الثانية، قبل. فالآن تخيل أجيال كثيرة جدا تعتقد سايكس بيكو هي جزء من الحياة، تعتقد القطرية والوطنية والبعثية والقومية والاشتراكية هي جزء طبيعي من الحياة. فلما تأتي أنت تقول له: يا أخي في كان استعمار اسمه استعمار فرنسي، حرب صليبية، نعم يا أخي، خطاب كراهية، أنت يبي عليك يا شيوخ، أنت يبي عليك شو خطاب الكراهية تبعكم؟ هذا خطاب كراهية، بقول لك تاريخ يا زلمة، في حرب صليبية 200 سنة وثمانية حملات صليبية كانت تقودها فرنسا. يبي يا أخي أنت عيشوا الواقع، عيشوا الواقع، اطلع العطور الفارسية، اطلع فرنسا الراقية الأولى كانوا يسموها باريس الشرق لبنان، لما تروح على العطور ومش عارف يا أخي. لما ربنا يكرمنا بأنه يجي المحترم ويعلن ما نحاول إقناع شعوبنا به بنفسه، يقول لك أنا بكرهك، أنا حاقد عليك، أنا ما بطيق الأرض تبقى تنزل عليها، وما عندي لا مراعاة ولا رسمية ولا أوفيشال ولا كذا، أنا أحارب دينك وأحقد عليك وعلى قيمك، وفر علي ولا ما وفر علي أني أقنع المساكين اللي مغسول دماغهم والذي لن يتحرك لأنه يعتقد أني أنا الذي أحمل خطاب الكراهية، حينما يرى بعينه أن أم الكراهية وأبو الكراهية وأخت الكراهية وجد ست عمة اللي خلف الكراهية هي تأتي من عندهم ونحن لم نفعل شيئا، يكون قد قصر علي مسافة 90% من إقناع شعبي من هو العدو الحقيقي. عندها لما أجي أقول له حروب صليبية بيستوعب، لما أجي أقول له استعمار معلومة كان لا يمر عليها، لما فرنسا تأتي إلى الاستعمار الجزائري كثير من الناس كنت أقول لهم، بقول لك بلد المليون شهيد، بقول معلومة غلط، فرنسا استعمرت الجزائر 132 سنة، أقل التقديرات الغربية عند مفكريهم 7.5 مليون قتلت، أوسطها 10 مليون، أعلى رقم سمعته بالتقديرات 18 مليون، يعني أوسط التقديرات أنت عم تحكي حوالي 10 مليون. تخيل معركة التحرير الأخيرة بسنة 1960 نسيت 61 62 قتل فيها 1 مليون شهيد. لما كم من الناس تعرف أن فرنسا أجرت مئات التجارب النووية والذرية في الصحراء الجزائرية، وكانوا يضعون الأسرى الجزائريين يربطونهم بأعمدة ويغطون عليهم ويقومون بالتفجير الذري والنووي والذي تصل درجة حرارته إلى 1000 و2000 و3000، لدرجة أجسامهم تتبخر خلال ثواني لا أقول تذوب،
والذي على بعد مئات الأمتار يذوب اللحم عن العظم بجزء من الثانية. هذه المعلومات التاريخية إذا لم يعرفها أهلنا، هم الآن فتحوا لنا الباب كي نعرف حقيقة المستعمر الذي يريد ذهب المسلمين وبترول المسلمين، ثم يريد عرض المسلمين وشرف المسلمين وهوية المسلمين، ليحولون إلى قطعان من المستهلكين والعبيد، نقطة. هذه المنظومة أخي الكريم لو الآن تحدثنا بها الآن دون أي سبب داع، لما وصمنا بماذا؟ وصمنا بأننا خطاب كراهية، بدل ما نعالج المشاكل الحقيقية عم نحكي عن أشياء بتخرب النفوس ومش عارف كذا. لا 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 لا، الآن ببساطة هم يحاربوننا ويروا اجتثاثنا. هذا الباب أنا بقول اللهم لك الحمد أن جعلتهم يفصحون عن جزء بسيط من حقيقتهم. ملايين الشباب الآن يعرفون الحقيقة. فتحت عنوان، أنا أفتحت عنوان الآن، احرصوا يا أحبة فرصة عرفوا الناس على حقيقتهم. وهذا من أعظم طرق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شبابنا مغيبون، يعتقدون أن التشدد فقط عندنا والإشكالية عندنا، يرون بأعينهم كيف أن تصريحا يخرج ثم تأتي صورة مسيئة ثم يموت شخص وبثواني يقتل القاتل. طيب احققوا معي يا أخي، دعنا نتأكد، بلكي مريض نفسي يا أخي بلكي الأستاذ فيه، بلكي متحرش فيه، بلكي حكي له كلمة. طب كم مرة سمعنا بشيكاغو بميتشيغان بالدنمارك بالسويد طالب بيصير في عنده مشكلة، بدخل بالرشاش بقتل 14 مدرس و15 طالب و10 طالبات. بقول لك تحقيق 6-7 أشهر بيكتشف عنده مرض نفسي، بيكتشف متحركش بأخته قبل 6 أشهر، مكتشف لماذا قتلوه مباشرة بعشر رصاصات. هنا الناس صارت توعى أن هناك مدبرا آخر للجريمة، وربما الطالب يكون بريئا أصلا ولا علاقة له. طب كم مرة سمعنا بطالب دنماركي أو أمريكي، تقريبا كل شهرين في طالب يقتل مجموعة من الطلبة. هل سمعنا في حياتنا مرة واحدة يتحدثون عن أصله العرقي؟ يقول لك طالب أمريكي دخل إلى مدرسة ميتشيغان وأطلق النار بمسدس آلي على 18 طالبا، نقطة. لماذا قالوا طالب من أصل شيشاني؟ طب هو مولود في فرنسا وثقافته فرنسية ولغته فرنسية وعقليته فرنسية، ليش عم ترجع على أصل الشيشاني؟ طيب ما هو أنت هذا القاتل قد يكون في أمريكا أصله إيرلندي أو أصله إيطالي أو أصله صربي، ليش ما بتذكر أصله إلا؟ معناته ساعات الناس تفهم كيف يدبر مثال عملي على تدبير الجريمة واتهام المسلمين فيها. خلاصة رسالتي أخي، وأنا أعتذر إذا كنت قد كررت شيئا قد قيل قبلي، الفكرة نصرة النبي في استثمار الحدث للتوعية بالتاريخ والحقيقة، ليعرف الناس بين قوسين تحت معركة الوعي ومعركة اعرف عدوك، وإلا فأنت تتخبط في أين تمشي. أنهيت. في مادة عندي اسمها قد أتأخر فأسبق الجميع. لا 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 لا, لا, لا والله مش مجاملة، هاي الناس موجودة. أنت عم تحكي ربما كررت، يمكن تقاطعت مع يمكن نسبة 10 أو 15% مما قيل، ولكن ما عدا ذلك أبدعت كعادتك. الله يجزيكم الخير. يعني هم دائما هذول الغرب غير، اللي بيجي من الغرب غير يا أخي. الغرب إيش؟ الله يحفظك. رضي الله عنك يا دكتور أمجد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الله يجزيك خير. بس أنا الحقيقة بدي أعتب هون على شيء من التحيز. دكتور بلال كان مستعجل بده يطلع، لما أنت أجيت قعد أبدا كل هذا عشان حكيت له بجاهة بنته. لا حول ولا قوة الله. ما أدرش على بعده. الله يرضى عليك. بس بعد إذنك أسلم على الدكتور موسى الله يجزيه الخير، والدكتور يوسف، والدكتور محمد حسونة، والأستاذ أحمد دعدوش الله يسعده ويكرمه والذي كان معنا قبل قليل، وأختم يعني ب بحلاوة المسك الجوهرة الذي أحبه الأخ عمرو الطوخي، حياكم الله جميعا. أنا هذول مبينين أمامي، إذا أنا في غيرهم مش شايفهم أنا أعتذر، لكن يعني أحبكم في الله جميعا وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن أتعرف عليكم يعني الأخوة الذين لا أعرفهم زي الدكتور موسى، أنا لا أعرف حضرتك، لكن أسأل الله يعني إن شاء الله نتعرف عليهم بشكل مباشر وشخصي إن شاء الله بإذن الله. الله يجزيكم الخير. شكرا دكتور عبد الرحمن، وسلمني من هذا الخروج، دعني أنا بين ارتباط قبلي وبعدي. أبدا، الله يرضى عليك. كفيت ووفيت يا دكتور أمجد، الله يجعل هذا في ميزان حسناتك. أنا أستأذن كمان، الله يبارك فيك، معلش. طيب خلاص، خمرة الحبيب. احترامنا للأخوة الأحبة والله.